بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هقدم معاكم طريقة عمل بلح الشام بمكونات اقتصادية جدا، والطريقة هتكون من أنجح ما يكون. لما هتجربيها هتكون طريقتك المفضلة وتعتمديها دايما. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. مكونات: هحتاج لكوبايتين ونص من الدقيق، ومعاهم كوبايتين من المية بنفس الكوباية، وأربع معالق كبيرة من الزيت النباتي، ومعلقتين صغيرين من نشا الذرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة، وهحتاج لرشة من الملح ورشة من الفانيليا. نبتدي بقى. بسم الله. نبتدي بقى دلوقتي بإضافة كوبايتين المية. بسم الله. وهضيف معاهم الزيت، وهضيف معاهم السكر، وهضيف رشة صغيرة من الملح، وهرفعهم بقى على النار. رفعتهم كده على النار، هسيبهم بقى لغاية ما يبتدوا يغلوا، وبعدين نضيف باقي المكونات. هبتدي بقى اقلبها كويس، والنار طبعا تكون هادية، النار مش عالية خالص. هقلبها كويس بقى لغاية ما الدقيق ده يختفي خالص. بعد ما خلطتها كده شوية هبتدي اضيف معلقة دقيق السميد واكمل خلطها كمان. عجنت بقى العجينة كويس جدا على نار هادية، بقت بالشكل ده، تماسكت خالص ومبقاش فيها اي اثر للدقيق. هي خلاص كده بتكون جاهزة، هطفي بقى عليها النار واشيلها دلوقتي. هضيف بقى البيض على العجينة، لازم ابردها في الاول، انا هخلطها شوية. ممكن تخلطيها برضو بالمضرب الكهربي، او ممكن تسيبيها في المطبخ لغاية ما تبرد قبل ما تضيفي البيض. هخلطها بقى شوية. هبتدي بقى دلوقتي اضيف على العجينة النشا، وانا موجود عندي 3 بيضات، هضيف منهم بيضة واحدة، بعدين هضيف بيضة واحدة بس من ال3 بيضات، وهخلطها. وبعد ما تدوب البيضة الاولى هضيف بقى البيضة التانية. بعد ما اختفت بقى البيضة الاولى انا ضفت كده البيضة التانية، وهخلطها برضو، وهكذا لغاية ما اخلص ال3 بيضات. بعد ما خلطت بقى ال3 بيضات، ده بيكون شكل العجينة. العجينة بتكون كده طرية كده. هبتدي بقى دلوقتي احطها في كيس الحلواني وابتدي اشكلها. حطيت بقى دلوقتي العجينة في كيس الحلواني، وهبتدي بقى باستخدام المقص اقطعها واحطها في الزيت. هستخدم بقى في تحمير بلح الشام حلة تكون كده غويطة، ويكون الزيت غزير والحرارة بتاعته بتكون هادية جدا. هبتدي بقى اشكل فيه بلح الشام. انا ابتديت بقى في تشكيل كده كمية من بلح الشام بالمقص. دي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها بلح الشام، وطبعا الزيت زي ما احنا شايفين بارد جدا. هديت له بقى النار بالشكل ده، وهسيبه بقى لغاية ما يسخن، وطبعا مش بقلب بلح الشام خالص، لغاية ما بيتماسك ويبتدي يطفو على الوجه. دلوقتي ده بيكون الشربات البارد بقى موجود عندي وجاهز، علشان يخرج بلح الشام مباشرة وهو سخن احطه في الشربات. شايفين قوامه ده؟ بيكون قوام شربات بلح الشام تقيل بالشكل ده. اول ما بيبتدي بقى يسخن بلح الشام بيبتدي بقى كده يطفو على الوجه الزيت، وما بقلبوش برضو خالص لغاية ما بيتماسك، وكمان شايفين حجمه بيزيد. بلح الشام كده خلاص بقى متماسك، اقدر بقى اقلبه عادي. اول ما بياخد اللون الذهبي بقى هخرجه. انا خرجت بقى كده الكمية الاولى من بلح الشام لونها ذهبي بالشكل ده. هحطها بقى دلوقتي في الشربات التقيل، وهسيبه بقى في الشربات شوية لغاية ما يتشرب. دلوقتي بقى هسيب الزيت يبرد خالص في الاول، وبعد كده هضيف كمية تانية من بلح الشام. ضفت هنا كمية تانية من بلح الشام، هسيبها برضو لغاية ما تتماسك خالص، وبعد كده هقلبها. خرجت كده خلاص كل كمية بلح الشام، وبخرجها مباشرة وهي سخنة، احطها في الشربات البارد. هسيبها بس دقيقتين وبعد كده هخرجها. وده بيكون الشكل النهائي لبلح الشام بعد ما خرجته من الشربات. بحطه في مصفى واسيبه حوالي 5 دقايق بس يصفي الشربات الزيادة، وبعد كده بيكون جاهز. ممكن بقى نفتح واحدة دلوقتي ونشوف شكلها من جوه. ده بيكون بقى شكل بلح الشام من بره، واخد طبقة مقرمشة، ومن جوه كده بيكون طري. وكمان إضافة معلقة السميد بتخلي القلب كده مفرول، ما بيكونش معجن خالص، وزي ما احنا شايفين هو خفيف جدا وكله فراغات.
اهم اسباب نجاح ملح الشام اللي حابه ناكد عليها ان الزيت لازم يكون غزير، وتاني حاجه ان الزيت لازم يكون بارد وانت بتحطي فيه بلح الشام، ما يكونش سخن خالص، علشان لو ضفتي فيه بلح الشام وهو سخن هيستوي من بره وهيكون من جوه معاكن، لكن لما بتضيفيه وهو بارد بيكون من بره كده مستوي ومن جوه مستوي، وبياخد كمان لون ذهبي وبيكون خفيف جدا. كمان شربات بلح الشام لازم يكون تقيل جدا، لان بلح الشام من الحاجات اللي بتحتاج الشربات يكون تقيل علشان يكون لامع بالشكل ده. انا عملت قبل كده الشربات التقيل بطريقه ناجحه جدا في القناه، هسيب لكم لينك الوصفه بتاعته في صندوق الوصف للي يحب يشوفه. الشربات بيكون لامع جدا ونتيجته ناجحه ومش بيسكر معاكي خالص حتى لو فضل مده طويله. اتمنى ان تكون طريقه النهارده في عمل بلح الشام تكون عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة نور الشطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.